السادة مشاهدي برنامج القلب المفتوح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج القلب المفتوح في ضيف جديد، شخصية وطنية لها بصمات وباع كبير في العمل المدني وكذلك في العمل الرسمي، شخصية الدكتور حسين مسار حسين. فتح لنا قلبه قبل أن يفتح لنا بابه واستقبلنا بهذه البسمة المرسومة على وجهه دائما. فبداية دكتور حسين، نود أن نعرف الأهلية، درست فيها كلية الشريعة والقانون. أنا تخرجت من جامعة الزرقاء عام 2004، ثم التحقت بالدراسات العليا في عام 2004 نفس العام في جامعة العلوم المالية المصرفية تخصص المصارف. تخرجت من جامعة العلوم المالية المصرفية، حصلت على رسالة الماجستير، شهادة الماجستير في عام 2008. في عام 2009 التحقت بالدكتوراه، مرحلة الدكتوراه بجامعة العلوم المالية والمصرفية في منطقة في العاصمة عمان في كلية المال والأعمال تخصص المصارف. فأنا يعني صراحة كنت محبا للاقتصاد حتى عندما كنا في المرحلة الجامعية، وحتى درست كلية القانون، ولكن في كنت أهوى، لأن الأردن نظام التعليم في الأردن شبيه بالنظام الغربي، فكان الطالب يستطيع أن يختار المواد من جميع التخصصات، فكنت أحبب المجال الاقتصادي. فتكونت فكرة في المرحلة الجامعية، ثم نصحني أحد أساتذتي وهو رئيس جامعة الزرقاء الأهلية بالتخصص في مجال الاقتصاد. حضرت العديد من المؤتمرات الاقتصادية وكذلك الندوات في عمان، وبدأت أبحث في هذا المجال كثيرا. وفي العام 2012 عدت إلى البلاد، والحمد لله يعني بدأنا النشاط المدني مع الشباب بتأسيس تحالف الأصالة. وتعلمون أن نحن حتى عندما كنا في المدارس الإعدادية والثانوية بثانوية الملك فيصل كنا ننشط في مجال الجمعيات المدنية والأدبية، وبالتالي كان العمل المدني بالنسبة لي هو عبارة عن يعني عشق خاص. وفي العام 2014 صراحة تحصلت على ثقة رئيس الجمهورية وأصبحت منسق وطني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي مؤسسة يعني مؤسسة الشفافية معروفة عالميا. هذه المؤسسة هدفها هو يعني مراقبة الموارد البترولية، وقضيت قرابة العام، ثم حزت على ثقة رئيس الجمهورية وعينني عضوا في الحكومة في 23 أغسطس عام 2015، أصبحت وزير للصحة العامة. يعني صراحة كانت يعني ثقة عالية من فخامة الرئيس أن يعين يعني صراحة من كوادر المثقفين اللغة العربية، هذا يدل على أن صراحة هناك طموح من قائد البلد لأن يشارك المثقفين بالعربية في إدارة البلاد. والحمد لله كانت تجربة جميلة، وأصبحنا يعني نعمل في وزارة الصحة، وكوننا العديد من الأعمال والتجارب في تلك الفترة. وفي العام 2016 عينت عضوا وأمينا للدولة في وزارة العلاقات الخارجية والتكامل الأفريقي. يعني أيضا قضيت فترة في وزارة الخارجية، وتعرف أن الدبلوماسية يعني أيضا لديها حب خاص، ونحن حتى عندما كنا في العمل المدني نحب العلاقات الخارجية. فكان عندي عندما كنت في وزارة الخارجية يعني كنت أطمح أن أبني علاقات قوية للبلاد، والحمد لله هذه أيضا فرصة تجربة، لأن والدبلوماسية الشادية أيضا هي دبلوماسية قوية، يعني تستمد الفكر من فخام من قائد البلاد الذي يريد أن يكون يكون للبلاد مكانة في إفريقيا. ثم بعد ذلك يعني عينت أمينا للدولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأعمل بالندوات والعلمية وكذا. وكانت البيئة الأكاديمية هي بيئة يعني بالنسبة لنا هي بيئة جاذبة، وكنا قريبين من الطلاب، لأن أزور الجامعات وألتقي بالطلاب وأشوف قضاياهم من أرض الواقع. وكذلك
نتلمس قضايا المعلمين لأنهم يمثلون ركيزة التعليم تنفيذا لتوجيهات الرئيس ورغبته في انفتاح التعليم. فذهبنا إلى عديد من الدول، يعني سافرت إلى تونس وإلى جمهورية السودان الشقيقة وإلى المغرب والمملكة المغربية، وكذلك إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، التي صراحة كل هذه الدول وجدنا منها ترحيب كبير، ووقعنا العديد من الاتفاقيات لزيادة المنح للطلاب، وكذلك فتح تعاون تعليمي من أجل أن نستفيد من تلك العلاقات. كانت هناك علاقات، ولكن نحن نريد أن يكون هناك انفتاح للتعليم وتجارب، حتى المعلمين يستطيعوا أن يتبادلوا مع أصدقائهم في كذا في مجال البحث العلمي. قمنا بهذا العمل صراحة من باب يعني، ونحن نعلم أن فخامة الرئيس يريد أن يكون يعني نحصل على فرص للطلاب أن يتحصلوا على، خصوصا في المجال الأكاديمي، المجالات العلمية الحيوية. وبعد ذلك يعني في هذا العام 2018 في فبراير أيضا حصلت على ثقة من قائد البلاد، يعني فخامة الرئيس وعينني مستشار له في التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا هو الموقع الذي أشغله حتى هذه اللحظة. سيرة غنية بالإنجازات وبالأعمال الوطنية. طيب، أغلى كنز عندك في الحياة؟ أنا أعتقد أن الأسرة، الوالدين هم مثال حيوي وأخلاق. يعني صراحة كان والدي رحمه الله كان يحبنا، يعني يحب أن نحن أن نكون جادين ونتعلم أكثر. وهؤلاء أنا بالنسبة لي يعتبروا من الكنوز النفيسة، رغم أن الوالد توفى في العام 2007 رحمة الله عليه. وكذلك يعني أنا من ضمن ما تعلمت في خلال دراستي الخارجية أن الوقت بالنسبة للإنسان هو أغلى شيء. لابد أن يخطط الإنسان لوقته، لحياته، ليومه، ولعامه، ولحياته أيضا، يكون إنسان منظم في وقته. وهذا أيضا من أغلى ما يملك الإنسان هو الوقت. أي شخصية في حياتك أثرت أو تأثرت بها في 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 المجالات العلمية أو حتى في المجال العملي؟ صراحة هناك عديد من الشخصيات. أنا كنت أتأثر بأساتذتي ومعلمي حقيقة عندما كنت في المرحلة الجامعية والدراسة العليا، أتأثر بهم. وفي الحياة المدنية أيضا لدينا تأثرنا ببعض الشخصيات حقيقة. يعني أنا من ضمن الشخصيات الذين يعني تأثرت في الحياة المدنية بهم هو فضيلة الإمام الراحل الشيخ حسين حسن. حقيقة هو يعني كان دائما لديه فلسفة خاصة في الحياة وبالنسبة للحياة المدنية. وأما بالنسبة للحياة العملية في الحكومة، فنحن متأثرين بقائد البلد لأنه عنده طموح. أنا أعتقد هذا الكلام لا أقوله من باب المجاملة، ولكن أقول ذلك لأن رئيس البلاد يعني لديه طموح أن يجعل من الوطن وطنا يعني مزدهرا وبحب، وأن يعمل الإنسان بكل ما يملك من 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 طاقات. وبالتالي إذا كان قائد البلد يسهر من أجل الوطن، فمن باب أولى نحن الوزراء والمستشارين أن نسهر أكثر ونضاعف الجهد. كيف جمعت بين العمل النقابي كمؤسس للأصالة ومديرها لحد الآن وبين تقلدك للمناصب الحكومية؟ كيف التوافق بين هذه الأعمال؟ صراحة أحمد، أنا العمل المدني بالنسبة لي يعني نحن يعني نعمل بتخطيط. وأنا في يومي تعلمت أن في اليوم الإنسان لابد أن ينظم وقته. أعرف أن في الواجبات الحكومية في الصباح وحتى المساء، وكذلك للعمل المدني وقته. عندما أنتهي من العمل المدني، من العمل الرسمي، في المساء بعد المغرب ألتقي مع الأصدقاء والشباب وتحاور معهم في البيت.
وأحيانا أخذ الاجتماعات في مقر الأصالة في بعد العصر. أنا آتي، عندنا اجتماع أسبوعي، فآتي من العصر الساعة الرابعة والخامسة بعد أن أنهي دوامي، آتي إلى الشباب في مقر الأصالة ونجتمع وننسى الجانب العمل الرسمي ونبدأ في الحياة المدنية التي تجمعنا في الشباب وبالحوار حول المجتمع وقضاياه. وبالتالي تعرف يعتبر المجتمع المدني أو الحياة المدنية تنفس، متنفس الإنسان. وكذلك نحن في يوم السبت في العطلة أيضا تتكثف اجتماعات الأصالة يوم السبت ويوم الأحد. في مثل هذه الأيام نحن كل برامجنا نعقدها أو نعملها في مرحلة الويكند، في العطلة الأسبوعية هذه نستثمرها مع الشباب. وبالتالي تصبح بالنسبة لنا هي متعة، لأن العمل مع الناس والمجتمع. ونخطط للأنشطة، يعني أنت تعلم يعني أن الشباب عندهم تطلعات وعندهم طموحات وعندهم لا بد أن يكون لديهم يعني أن يملأ الفراغ، فراغ الشباب. بالرغم من الأزمة وقلة الإمكانيات وكذا، لكن نحن نحاول يعني حتى ولو على مستوى الاجتماعات وكذا، لا بد أن أسبوعيا لا بد أن نلتقي. ومكاتبنا نفس النظام متواجد في مكاتبنا في الأقاليم في الدوائر. فبدأنا فلسفة جديدة وهو أن سياسة الانفتاح في الأصالة. لا يمكن أن نحن يعني بعد تأسيس الأصالة في 4/4/2013 إلى الآن أن تظل الأصالة مثلا كل مرة تجدد من فكرها وتجدد من نشاطها وتجدد من سياستها. ونحن تحالف الأصالة هو مكمل لسياسة الدولة، والأصالة يعني من ضمن المؤسسات التي يعني تساند برنامج رئيس الجمهورية، لأننا نعتقد أن نحن كأصالة يعني عندنا واجب وطني وعندنا يعني انتماء وعندنا يعني صراحة وفاء لقائد البلد الذي بنى هذا البلد وفتح المجال أمام الشباب. فلا بد أن نحن نسانده من خلال العمل المدني، من خلال توعية الشباب وتحريك الشباب كلهم يتطلعون إلى مساهمة في استقرار البلد أولا، وكذلك في نهضتها والمحافظة على المكتسبات، وكذلك أن يصبحوا الشباب دعامة للنظام. لأن الدولة يعني العمل الرسمي يعني يحتاج إلى العمل المدني حتى يسانده. وبالتالي ولذلك نحن نجد الوقت ونوجه الشباب حتى في الأقاليم، لابد أن يستثمر وقته. وبدأ يعني فكرة الأصالة يتبناها الشباب يعني حتى في مدينة سار في مندو، والآن عندنا منسقية في بنغور وفي أبشا وفي مندو في بانغو أما تيمان البطحة في مهم حجر في وادي فيرا بلتين، يعني حتى بعض المناطق الصغيرة نشأت فيها الأصالة. وحتى الآن في كانم برضو يعني هناك الطلب أن يكون هناك للأصالة وجود. يعني الأصالة قومية. قومية نعم، ليست محتكرة في مكان ما في العاصمة، إنما لابد أن تنتشر بفكرها للشباب. أيضا قد يكون سؤال، يعني في ظل هذا المعترك من الأعمال المدنية والجمعيات والعمل الرسمي، الأسرة موقعها بالنسبة لك؟ صراحة الأسرة يعني أنا أذهب يعني في يعني في يوم في الويكند يوم الأحد عندما أذهب إلى الحديقة أو المزرعة، أنا أولادي نشأوا معي في الأردن، فهم ثقافتهم عربية حتى هنا. فنقول لهم بدلا من نقول الجاردن نحن نذهب إلى المزرعة، أنا وصاحب معي أبنائي نذهب مع بعض، حتى إخواني يعني بعض الأقارب، بعض أقاربي في البيت. تعلم أن الأسرة التشادية هي أسرة ممتدة، ليست لا غير مقتصرة في الأبناء والزوجة، إنما هناك أسرة ممتدة. تجد في كل بيت شادي معه من أسرته من أبناء أقاربه أعمامه أخوانه يدرسون معه. فنذهب إلى الحديقة، وأنا أحب صراحة أن الإنسان يستمتع في يوم ما يوم الأحد مثل كثير التشاديين. ولكن يعني فكرة، أنا مؤمن بفكرة الإنسان عندما يذهب إلى الحديقة والجاردن لابد أن يصطحب معه أسرته
ويستمتع مع عائلته في المزرعة ويعلمهم كيف يعني، فعندما يذهبوا إلى خارج العاصمة هم أيضا يجددون. فهو اليوم الوحيد الذي أجد نفسي مع الأسرة، على الرغم من أنني يعني في السابق عندما كانت الأعباء قليلة أحيانا أذهب مع العائلة، ولكن الآن يعني مع الأعمال الكثيرة، ولكن أهم أنه الإنسان يخصص من وقته للعائلة، لأن تعرف يعني لابد أن يقتدوا بك الأبناء بأنك، والحمد لله يعني الأبناء أنا أشرف على دراستهم في البيت في الصباح قبل أن يذهبوا إلى المدرسة في مدارس الدراسة، أيضا أنا أوجههم أيضا لتعلم اللغة الفرنسية، وكذلك حفظ القرآن لأن التربية الدينية نشأنا فيها، أيضا نعلم أبنائنا بهذا الجانب، وهذا مثلنا مثل جميع الأسرة الشادية. كل إنسان في الحياة يمارس هواية أو يهوى شيء، فأنت من هواياتك المفضلة ما هي؟ من هوايتي هو الاطلاع والقراءة والرياضة، بصراحة قليلا ما أمارس الرياضة، ولكن الرياضة مهمة للإنسان لأن يجدد نشاطه وحيويته، وأيضا من ضمن الهوايات الشخصية هو يعني صراحة تعلم الأشياء الجديدة، تعلم اللغات، تتعلم التكنولوجيا، ولذلك ليس فقط الإنسان يقتصر على العلوم الحالية، إنما لابد أن يمارس هوايات عديدة من هو القراءة، لأن الوقت وقت الإنسان وقت غالي، لا تجدني إما إذا كان جالسا مع الناس أو أقرأ شيئا ما أو أكتب، والكتابة أيضا من الهواية، أنا كنت أكتب في الصحف عندما عدت لتوي من الأردن، كنت أكتب في صحيح، عندي عمود في صحيفة الجمعية الجديدة، فكنت أكتب، عندي صفحة، عندي عمود ثابت أكتب عن قضايا هموم الوطن وقضايا يعني، عندما يستجدوا حتى في على شبكة التواصل الاجتماعي أتواصل مع الشباب من خلال الكتابة، على الرغم أنني كنت عضوا في الحكومة وفي المناصب الرسمية، ولكن لم أنقطع، حتى أحيانا أمارس الهواية الكتابة لأدعم بها العمل الذي أقوم به، توعية الناس وتوجيههم، وأيضا يعني عكس الأنشطة، أحيانا أنا أكتب بنفسي تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توجيه الطلاب وتوجيه الشباب إلى برامج الدولة وبرامج الـ الأمن والاستقرار والوعي والبحث العلمي، ولا بد هذه لا يمكن أن يظل المسؤول فقط في حبيسا للمكاتب، إنما لا بد أن يكون هذه يعني صراحة أشياء هوايات شخصية ولكن لا تتعارض مع أعمالنا. كل إنسان في هذه الحياة يحمل ذكريات، فهل من ذكريات تحتفظ بها لحد الآن؟ بصراحة هناك عديد من الذكريات التي أحتفظ بها هي ذكريات أيام يعني أيام الدراسة، عندما كنا في مرحلة الدراسة في الخارج، يعني هناك العديد من الذكريات، يعني صراحة الإنسان عندما ينتقل من بلده إلى دولة أخرى يعني تصادفه العديد من المواقف، فكثير من هناك مواقف عديدة، ولكن أنا أحتفظ بذكرياتي مع أصدقائي الذين درست معهم وتعلمت معهم، كذلك هناك بعض الذكريات الجميلة التي يعني تكون عندما كنا في مراحل الدراسة هنا في تشات في أثناء الطفولة، يعني أحيانا الإنسان برضو تمر بك بعض الذكريات الجميلة التي تترسخ بالذهن عندما تتذكرها فأنت تستشعر بالمتعة. شرفنا على الختام كما أشار المخرج، هل من كلمة توجيهية؟ الكلمة الأخيرة، أنا أدعو الشباب ضرورة الاستثمار في الزمن، ولأن يعني الوقت هو أغلى ما يملك الإنسان، حس الشباب هم الجيل المعاصر، عليهم أن لا يضيعوا ولا دقيقة من أوقاتهم، أن يركز الشباب في التعليم، لأن التعليم هو الذي يجعل الإنسان يعني ينتقل من مرحلة إلى أخرى ويصبح شخصية، ويصبح يستطيع أن يمتزج
بأمم لم يراها ويستطيع أن يذهب إلى بلدان لم يكن يوما ما قد ذهب إليها. أتمنى يكون الوطن ذلك الوطن الذي يحلم به قائد الوطن، أن يكون بلدا آمنا، بلدا متطورا، بلدا لديه مكانة قوية في أفريقيا، وبلد يعني صراحة يعني فيه يعني يسوده الأمن والاستقرار. وشكرا لضيفنا الدكتور حسين مسار صاحب البسمة الدائمة والوجه الطلق، شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل إن شاء الله. فبهذا نختم هذه الحلقة من برنامج القلب المفتوح، وإلى الأسبوع المقبل وحلقة جديدة بإذن الله تعالى.